السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم مع وصفة جديدة وهي حلوة جافة سهلة واقتصادية وما تديش الوقت. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ نحتاجو مقادير تالية: عندنا كيلا بيض، كيلا زيت، أنا زدت لها ربع كيلا زيت ومغرفة كبيرة زبدة، كيلا سكر، مغرفة كبيرة فاني، مغرفة كبيرة مايزينا، ساشي لوفير شيميك، والفارينة باش نطم بيها لاباط، وقريصة ملح ما ننساوهاش. على بركة الله، واش ندير؟ ندير زوج حبيبات البيض، نخفقهم شوية، نزيد معاهم قريصة ملح، مغرف كبيرة تاع لافاني، كيلة تاع السكر، كيلة عيدان، ربع زيت، ومغرف كبيرة مارغارين تكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا نحرك نمزج بيان هذا الخليط. بسم الله. نزيد مغرف كبيرة مايزينا، طبعا المايزينا لازم نغربلوها، دوك نبدا نضيف الفارينة بالتدريج، طبعا تكون مغربلة حتى تصبح عندنا الباك تكون طرية وما تلصقش في اليد. نحو الفوي ونولي نرمي نفرغ. فارينة مع كيس خميرة، نعرف ان الفارينة خميرة تمشي مع الفارينة دائما، نغربلها باش مديرناش الحبيبات. نخلط هاد الميلانج جيدا بلا ما نعجن، هاكو تعرفوا الكاتو السك لازمش تعجنوه حتى تولي عندنا بات طرية. نكمل ونعاود نولي لكم. هذه تحصلنا على هذه العجينة طرية ما تلصقش في اليد. ما نقدرش نعطيكم كمية الفارينة لان كل واحدة وش الفارينة اللي الفارينة اللي تستعملها وكمية الامتصاص اللي فيها. نحط هاد كوتي، نغسل يديا ونعاود نولي لكم. والان الطريقة طريقة التشكيل، التشكيل شكلوها كيما تحبوا، ديروا دي بول صغار باسكو على بالك عندها فيها شويه الخميره، عينك هي ميزانك. هذا اللي يقول لك حلوه اقتصاديه ما تطلبش. نديروا هكذا، نبدل حتى نكمل كاع هكذا ونعاود نولي لكم. هاني فورميتهم هكذا، وكل وحده دير على الشكل اللي تخرج اللي يعجبها. وهذه الفتحات باش كي يطيبوا نقول لكم واش نديروا بهم. نحطهم في الفرن على 180 درجه حراره. اللي يحبهم طايبين مليح يحمرهم من الفوق ومن التحت، اللي يحبهم محمرين بيان يشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت، واللي يحب يحمرهم غير من التحت برك يشعلوا عليهم غير من التحت. نحطهم في الفرن يطيبوا ونلتقي بعد ما يطيبوا. بعد ما طابوا ندير لهم سكر غلاس هكذا، بعد ما نشفوا بردوا تماما ندير لهم سكر غلاس تو تو تو. نحكموا ملعقه صغيره ونعمر هاد الفراغات بلا كونفيتور ولا بالكولا كراميل، التزيين يبقى اختياري. وها هي الحلوى بعد ما فصونيناها،
وحده اللي درتها بالشوكولا وحده درتها بلا كونفيتير دابريكو با ونوريكم كيفاش جات. شوف كيفاش جات روعه والمذاق اروع. ان شاء الله نتمنى تجربوها وتدوقوها.